السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان في الولايات المتحدة الأمريكية، مكتبه حق وونس. هذه الحلقة نخصصها لتجارب المستفيدين في تخفيض الوزن، لكن قبل ما نقدم بعض التجارب المستفيدين، لدينا كثير من تجارب المستفيدين نحن نحاول نقدم على حلقات. أول شيء، أي دراسة عملناها فيما يتعلق بالطب البيولوجي والسيكولوجي والجيني للإنسان وجدنا أن الماء ساخن، يعني كل مكونات الماء ساخن، الماء، الطاقة، الأكسجين والهيدروجين، كلها لها دور هام جدا جدا. ذلك من خلال تدريبي كمدرب صحي في تغذية تكاملية، تعلمنا بأن لا يوجد نظام غذائي معين لكل الناس، فهذه كل الازدواجية الموجودة في العلم وكذا. فذلك عندما تعمقنا وجدنا فعلا أن الماء الساخن يلعب دور جدا 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 فيما يتعلق حتى في عملية ضبط وزن الإنسان، وزن مثالي وجسم مثالي، جسم سليم. فأردنا أيضا نقدم للمشاهد الأساس. أول شيء قبل ما نقدم هذه التجارب، نريد أن نوضح التعريف العلمية للسعرة الحرارية، وهي وحدة الطاقة. أي شخص الذي يهتم بالوزن المثالية لو تفادي بالبدانة وشعور والحفاظ على جسم سليم مثالية، يتأكد من كمية الطعام، من حيث كمية السعرات الحرارية التي يتناولها أكثر من تلك التي يحرقها، بحيث أن لا تزيد سعرات الحرارية الكمية عن تلك التي حرقها. فالرجل يقوم بحرقه بشكل يومي ما يعادل 2000 وكسور 2500 تقريبا سعرة حرارية يوميا، بينما المرأة تحرق ما يعادل 1800 إلى 2000 إلى 2100 سعرة حرارية. لذلك تجد الناس يهتمون عندما يتناولون الطعام، يحتسبون بكمية السعرة الحرارية التي تناولوها في بشكل يومي. هذا نظام أصبح خلاص، يعني شيء انتهى، لأن عندما تدربنا في تغذية تكاملية بحيث لا يوجد نظام غذائي معين للجميع. لذلك عندما تعمقنا عن حول فوائد الماء الساخن فيما يتعلق بالحفاظ على جسم سليم، أي تفادي من البدانة أو تخفيض الوزن والشهد، وجدنا بأن فعلا أن الماء الساخن يلعب دور هام جدا. طيب، لنأخذ تعريف علمي للسعرة الحرارية. سبحان الله، هل تعلمون بأن السعرة الحرارية أساساً عند اكتشافها استخدمت المعامل المختبرية، واستفيد بداخل المعامل المختبرية استخدم الماء وسخونة الماء، يعني الماء ساخن. سبحان الله، كلما زادت كمية الماء مع زادت حرارة الماء، كلما صار ساخن أكثر كلما صار زادت حرارة السعرات الحرارية. كيف ذلك؟ خلينا نأخذ تعريف، بإمكانكم تبحثون في الجوجل أو في أي كتب علمية لتكتشفون بما هذا صحة الكلام. السعرة الحرارية تعرف علميا بأن هي وحدة الطاقة، كمية الطاقة التي يقوم الجسم بحرقها عند رفع درجة حرارة غرام ماء من 14.5 درجة مئوية إلى 15.5 درجة مئوية. يعني كل درجة مئوية واحدة مع كل غرام ماء واحد من 14.5 درجة مئوية إلى 15.5 درجة مئوية هي سعرة حرارية واحدة. لماذا من 14.5؟ ولماذا لا يكون من 0 أو من 10؟ لأن الماء أقل من 14.5 يكون بارداً، فلا بد يكون من فاتر وما فوق. كلما هو من درجة حرارة الغرفة 14.5، كل غرام واحد وكل درجة مئوية واحدة بزيادة، غرام واحد مع درجة مئوية واحدة إذا نيش هي سعرة حرارية واحدة. الجلاس هذا الذي يحتوي على 500 ملي
يعني نص كيلوغرام، يعني 500 جرام، يعني 500 ملي لتر هو 500 ملي جرام ماء. والماء ساخن بدرجة حرارة التي نحن ننصح للكبار 50 درجة مئوية، وجسم الإنسان 37.5 36.5 37. إذا فارق تقريبا 14 13 13.5 درجة مئوية مع كمية الماء نص لتر يعني 500 غرام، تخيل كم كمية من السعرة الحرارية ستقوم بحرقها. إذا بهذا بشكل طبيعي جدا يعني تستطيع تحرق سعر حراري بكل يسر سهولة، تستطيع تحافظ على جسمك مثالية، تستطيع تتفادي البدانة، تستطيع أن تكون خلاص وداعا للخوف من الوزن الزائد، وداعا للخوف من تناول الأطعمة. طبعا في حلقة تحدثنا عن تداوي الحمية بالماء الساخن، لذا خلينا ندخل مباشرة في التجارب الثلاثة، تجارب ثلاثة الذي أشخاص الذي قدموا تجربهم، طبعا مجموعة كبيرة عندنا نحن من حلقة من وقت لآخر نقدم حلقات مختلفة وكذلك تجارب مستفيدين. طيب أول شيء الحالة رقم واحد، انخفاض وزن مواطن سعودي بواقع 5 كيلوغرامات من 175 كيلوغرام خلال شهر. ماذا قال؟ أهلا وسهلا دكتورنا العزيز، أنا سمين جدا وأصبت قبل شهر بالتهاب في الحلق، واضطريت أنا أشرب الماء ساخنا حيث أضع براد للماء الساخن بجانب سريري، وإذا جلست من النوم أشرب كأسين ماء، يقول طبعا يقصد ماء ساخن، وقبل النوم وأنا سمعت كلامك فضحكت، فعرفت أنه نزل وزني بسبب الماء الساخن. نزلت تقريبا خلال شهر 5 كيلوغرام، مع العلم وزني 175 كيلوغرام. أنا كنت من قبل قرأت شيء من كلامك والآن تأكدت، جزاك الله خير الجزاء يا طيب. الحالة رقم 2، نزول 3 كيلوغرامات خلال 3 أسابيع، تغييرات سيكولوجية، تخلص من السموم، تحسن العلاقة الجنسية، تحسن الحالة المزاجية، تقلص من الكرش بشكل ملحوظ. ماذا قال المستفيد؟ بداية أشكر الله تعالى على النعمة التي لا تعد ولا تحصى، لي الفخر أن يكون مكتشف هذه النعمة العظيمة هو دكتور فارس، ولي الفخر أن يكون عربيا قبل أن يكون وأكون عمانيا، وضبط على شرب الماء الساخن وفق النظام المتبع والإيمان بفوائده الستة، تطبيقات الصحية والعلاجية الستة. الحمد لله سيكولوجية الجسم عندي تغيرت، بدأت أشعر بالسعادة والفرح والإحساس العميق بالراحة النفسية. وزني انخفض 3 كيلوغرام في مدة 3 أسابيع، على الرغم من عدم وجود أي نظام غذائي أو حمية متبعة، بالاستثناء المشي كل يوم 25 دقيقة بعد صلاة الفجر. جسمي تخلص شبك كاملا من السموم في غضون أسبوعين تقريبا. البول عندي أبيض يميل للأصفرار، ومن خلال التواصل مع الدكتور قال الوضع طيب جدا، وهذا دليل على تحسن وظائف الجسم. الحالة المزاجية تحسنت، كما أن العلاقة الجنسية تحسنت كثيرا والحمد لله، بعد أن كنت أحس بالخمول وعدم الشعور بالنشوة. الكرش كانت عندي متقدمة بشكل مخجل، بدأت تتقلص بشكل ملحوظ والحمد لله. اللهم لك الشكر، وأسألك أن تحفظ أخانا دكتور فارس، وأن تمد في عمره وتيسر أمره وتشرح صدره. اللهم آمين. خلفان سين سلطنة عمان. الحالة رقم 3، امرأة أمريكية تستفيد من انخفاض وزن مواطنة، طبعا انخفاض وزن مواطنة أمريكية بواقع 4.5 كيلوغرام في أقل من شهر. الدكتور فارس، أريد أن أشكرك، أريد أن أشارك، لدي نتائج عظيمة مع العلاج بالماء الساخن. في أقل من شهر انخفض ضغط دمي
بشكل هائل، وفقدت 10 عطلات أي 4.5 كيلوغرامات، وظل هو ثابت دون تغيير في نظام الغذائية، في نظام الغذائية. أختي فاليري أخبرت الناس في جهة عملها عن ذلك، والآن الكثير من النساء لديهن نتائج كبيرة مع فقدان الوزن، أيضا في غضون أسابيع قليلة. شكرا جزيلا على مساهماتكم وبارك الله فيكم. طبعا هذه فقط بضع تجارب أردنا نقدم لكم، ونحن من وقت الآخر نقدم حلقات أخرى، وهناك أيضا كثيرين الذين استفادوا من تخفيض الوزن ولدينا هذه التجارب، علاوة على الأمراض المستعصية أخرى وفوائد صحية متعددة. نسأل الله تعالى التوفيق لكم، نرجو لكم مواظبة على البرنامج الماء الساخن وتطبيقاته الصحية والعلاجية عما يحملها من فوائد لا تحصى، فوائد لكم ولأعزائكم. نرجو منكم جميعا الاشتراك إن لم تشترك، وضع لايك الإعجاب، والنشر، نشر القناة، نشر مقاطع الفيديو حتى يستفيد الآخرين، صدقة جارية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.